إذا نعود لكم من جديد ونذهب إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية. تواصل جهودها في المحافظة على صحة الأفراد وسلامة المواد الغذائية الاستهلاكية في الأسواق التجارية. طبعا تقوم الهيئة العامة للغذاء والتغذية بتطبيق سياسات ولوائح ونظم رقابية فعالة وفق معايير ومواصفات عالمية بمساعدة كوادر إدارية وفنية متخصصة وشراكة مجتمعية متكاملة. إذا راح نذهب معكم إلى هذه الجهود ونلقي نظرة عليها مع زميلنا هناك فهد التركي في جمعية الروضة وحولي معنا زميلنا إذا فهد التركي. فهد صباح الخير، ريت لو تعطينا فكرة عن جهود الهيئة العامة للغذاء والتغذية، تفضل. صباح الخير مها، صباح الخير نجيب، تحية لكم والمشاهدي برنامج العالم هذا الصباح من تلفزيوني دولة الكويت. كل يوم صباح جديد وكل يوم إنجاز جديد في دولة الإنجازات دولة الكويت. الهيئة العامة للغذاء والتغذية تعتبر خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين وسلامة الأغذية، وذلك من خلال الدور يعني الكبير والحيوي الذي تقوم به الفرق التفتيشية في كافة محافظات البلاد بهدف حماية سلامة المواطنين والمقيمين والمستهلكين بشكل عام، والتأكد من صلاحية وسلامة الأغذية في كافة الأسواق التجارية والجمعيات التعاونية والأسواق يعني المركزية. كل يوم جولات مختلفة على كافة الأسواق في دولة الكويت من أجل الكشف عن سلامة الأغذية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك يعني الآدمي، والتأكد أيضا من سلامة وصحة كافة يعني الموظفين والعاملين في الأسواق المركزية المتخصصة ببيع وصناعة الأغذية. ربما يعني الحديث سيكون أكثر بشأن جهود الهيئة العامة للغذاء والتغذية مع السيد محمد الكندري مراقب التفتيش في محافظة حولي في الهيئة العامة للغذاء والتغذية. صباحك الله بالخير سيد محمد، جهودكم كبيرة ودوركم يعني حيوي في حماية المستهلكين وسلامة الأغذية، تمثلون فعلا خط الدفاع الأول لصحة وسلامة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت. تواصلون في الجانب الآخر جولاتكم في كافة محافظات البلاد من أجل سلامة المواطنين والمقيمين والتأكد من صلاحية الأغذية، ماذا نقول في هذا الجانب؟ صبحكم الله بالخير. الهيئة العامة للغذاء والتغذية في جميع المحافظات حريصة على تكثيف الجولات التفتيشية بشكل مستمر على الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية والمطاعم ومحلات الحلويات والمخابز والأفران وغير ذلك من المنشآت الغذائية، وذلك التأكد من صلاحية المادة الغذائية التي يتم تجهيزها وتحضيرها وإعدادها وتغليفها ونقلها وبيعها للمستهلك، والتأكد من العمال هل هم حاصلين على شهادات صحية تبين خلوهم من الأمراض، وكذلك التأكد من الاشتراطات الصحية العامة للمنشآت الغذائية والاشتراطات الصحية الخاصة لكل نشاط، اشتراطات صحية خاصة تأكد منها جميعا، وكذلك التأكد من العمال أي عامل في جرح أو بثور أو تغرحات أو مرض يتم وقفه عن العمل أولا، وتحرير محضر ضبط للعامل إذا كان في جروح أو بثور أو تقرحات يتم تحرير محضر ضبط للعامل ولصاحب العمل حتى لو كان في مرض، فيجب وقفه عن العمل حتى إصدار تقرير من وزارة الصحة بصلاحيته للعمل. نعم. تستمرون يعني في جولاتكم التفتيشية في كافة محافظات البلاد وتعملون في خطين متوازيين، سلامة الأغذية في جانب و في يعني الشأن الداخلي في مختبرات الهيئة العامة للغذاء والتغذية للتأكد من صلاحية وسلامة كافة الأغذية. نعم أخوي الفاضل، نتأكد أول شيء من صلاحية المادة الغذائية التي يتم عرضها أو بيعها واستخدامها للمستهلك، هل هي صالح استهلاك الآدمي؟ نتأكد من تاريخ الصلاحية والمكونات المادة الغذائية، قد يكون هناك مضاف غذائي غير مصرح في تداوله، فيتم سحب العينات بسيارات نقل خاصة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية وإرسال العينات إلى المختبر، فإذا جاءت النتيجة غير صالح استهلاك الآدمي يحرم محضر ضبط للمنشأة ويتم رفع قلق في المنشأة، وطبعا هذه المخالفة تعتبر من المخالفات الجسيمة التي لا يجوز فيها الصلح ويتم تحويلها إلى النيابة العامة، وكذلك هناك مخالفات أخرى إذا في حال تداول أغذية مغشوشة يحرر محضر ضبط ويتم إتلاف المادة الغذائية ويتم غلق المنشأة الغذائية بهذا الشأن. طبعا الهيئة حريصة من الجانب هذا أشد الحرص، أي أغذية تباع للمستهلك أو تعرض أو تستخدم غير صالح استهلاك الآدمي الإجراءات تكون فيها الغلق وتحرير محضر ضبط وإرسال إلى النيابة العامة.
جولتكم اليوم في جمعية الروضة وحوالي للتفتيش والتأكد من سلامة الأغذية، ماذا تقولون في هذا الجانب وما الكلمة التي توجه لكافة يعني المستهلكين المواطنين ومقيمين في دولة الكويت؟ نعم أخي الفاضل، طبعا الآن جولتنا اليوم في جمعية حولي والروضة تعاونية، ذاك تأكد من صلاحية المادة الغذائية التي تم عرضها للبيع، وتأكد من قسم الأجبان، أنواع الأجبان والزيتون وغير ذلك هل هي صالحة للبيع التي تم عرضها، وكذلك تأكد من العمال أي عام، تأكد من المشاهدات الصحية تبين خلو من الأمراض، وتأكد من النظافة الشخصية للعمال كذلك، وكذلك تأكد من النظافة العامة بشكل عام في جميع قسم الأجبان أو قسم اللحوم أو أي قسم، تأكد من النظافة العامة في المحل أثناء العمل. وكذلك والكلمة الأخيرة في الختام يعني يقول أن في حال أي وجود أي شكوى أو بلاغ يتم الهيئة العامة وفرت الخط الساخن للاتصال فيه 180-370، أي مستهلك لديه بلاغ أو شكوى يتم الاتصال بالخط الساخن 180-370، ويقوم دور المفتشين بالكشف على المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشأة. سيد محمد الكندري مراقب التفتيش في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، نتمنى لكم كل التوفيق والازدهار. شكرا على هذه الاستضافة وكل عام وانتم بخير. كل الشكر والتقدير للسيد محمد الكندري مراقب التفتيش في محافظة حولي في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، والشكر موصول لكل يعني الجهود التي تسعى جاهدة للحفاظ على سلامة الأغذية في جانب وسلامة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت. نعم مها، هذا كل ما لدينا من جهود الهيئة العامة للغذاء والتغذية. نعود إليكم والعالم هذا الصباح. يعطيكم العافية. إذا كنت معنا زميلنا فهد التركي مراسل تلفزيون دولة الكويت، جزيل الشكر لك وجزيل الشكر لضيفك الكريم.